السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لطيفة البراقية موقع لاله لطيفة. اليوم بحول الله كيف تشوفوا معايا موعدنا مع وصفة الفقاس باللوز وبالزجلان وزريع الكتان. اليوم نزولا عند طلب السيدات اللي عندهم الروبو ثيرموميكس، غادي نديروا هاد الوصفة بالروبو ثيرموميكس. تجيني عليه طلبات كثيرة وكثيرة باش ندير السيدات اللي عندهم الروبو وصفات بهاد الروبو. Bonjour tout le monde, activez s'il vous plaît ce titrage pour pouvoir suivre avec nous la recette de focas au robot Thermomix. إذا كنتو أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، ولا كنتو من أوفياء القناة مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا لايك، هذه هي الوجبة، باش ديروا لايك ندوزو نشوفوا الوصفة. مقادير اللي حاجتنا بهم: 5 تاع البيضات، 100 غرام تاع اللوز الكامل بالقشور تاعو، 50 غرام تاع الزجلان وصول ومنقي، 50 غرام تاع زريعة الكتان. تيمكن لكم ديروا 100 غرام تاع زريعة تاع الزجلان وتستغناو على زريعة الكتان، لكن زريعة الكتان مهمة وصحية. 200 غرام تاع الزيت، 200 غرام تاع سنيدة، معلقة كبيرة تاع النافع، شوية الملحة، بكية الخميرة، 500 حتى 550 غرام تاع الطحين. بالنسبة للأخوات اللي بغاو الفقاس بالطريقة العادية، يشوفوا عدة طرق تاع الفقاس في صندوق الوصف. تنديروا اللوز صاين في البول تاع الروبو، تنسدوا الروبو وتنبرمجوا 5 تاع ثواني، السرعة 5 باش نهرمشوا اللوز ونحتفظوا به جانبا. بلا ما نغسلوا البول، تنديروا الفوي، تنزيدوا البيض كامل، تنزيدوا السكر وتنبرمجوا 6 تاع الدقائق، حرارة 50، السرعة 4، ما نفوتوهاش باش ما يتقطعش لينا الفوي، ونخدموا الروبو. تنحصلوا على خليط كريمي مضرب مزيان. من بعد تنحيدوا الفوي، حرصوا على انكم تحيدوا الفوي، وتنزيدوا جميع المقادير: اللوز المهرمش، زرع الزجلان، زرع الكتان، والنافع، الملحه، الخميره، الزيت، والطحين في الاخير، وتنبرمجوا جوج تاع دقائق وتندلكوا باش نحصلوا على هذا الخليط المتجانس اللي غنكونوا منه حرابل. هذه الكميه تعطيني تقريبا 4 تاع الحرابل. الكميه تاع الطحين اللي دخلنا ما بين 500 حتى 600 غرام، تندخلوها طيب في فران معتدل، غير نص طيبه، ما تاخذش نهائيا اللون، ومنين تخرج من الفران ضروري ما ندخلوهم في شاشيات نتاع ميكا باش يعرقوا، ترجع لهم العرقه ويبردوا، عاد ندوزو نقطعوهم. بعد ما تيبردوا الحرابل تنقطعوهم حسب الذوق، اما مائلين او بالطريقه اللي تشوفوا قدامكم، واحد السكين يكون حاد، نعاودو نستفوهم على اللاطة وندخلوهم يكملوا الطياب تاعهم ويتحمروا لينا حسب الذوق في فران معتدل مع المراقبه. وهكذا تنحصلوا على فقاس بنين وغزال، لا في الشكل ولا في المذاق، صحي، فيه كميه من زريعة الكتان صحيه. نتمنى نكون لبيت طلب الاخوات اللي عندهم هذا النوع تاع الروبو. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. وبالنسبه للاخوات اللي بغاو وصفات اخرى من الفقاس، تشوفوهم في صندوق الوصف بالصحه والراحه. ما تنساوش ديروا لايك للقناه باش تشجعوني وتشجعوا القناه.